لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا اسمي كيلاني أحمد حسن. تمام. وظيفة حضرتك؟ كنت شغال في مجال السياحة الأول شرم الشيخ، فطبعا لما الظروف بتاعت البلد ريحت اتجهت مع واحد من أول اشتغلت معاه، فجاب لي شغلانة في مدينة الإنتاج الإعلامي. فرحت اشتغلت معاه. إيه جوه مدينة الإنتاج؟ نعم. داخل إيه جوه مدينة الإنتاج؟ داخل قناة معينة يعني؟ لا مش قناة، هي الناحية التانية اسمها بوابة 4. أيوة. أهالي يعني. فده مطعم كبير كان فيه برجولة كبيرة. هي في 22 متر كده. فالمهم اتسهرت فيها جامد، قعدت فيها 4 أيام ضغطت على نفسي يعني. فالمقاول اتصل بيا بالليل الساعة 12 ونص بيقول لي أنت فين؟ قلت له أنا في الشغل. أنا افتكرتك في البيت. قلت له لا أنا ما رضيتش أمشي أما أخلص شغل خالص. قال لي طب تطلع شغل تاني بالليل وانت كده اجازه الصبح. قلت له خلاص. بقى وقفت توك توك. قلت له انت رايح الموقف؟ قال لي اه. ركبت التوك توك وكان معايا 2 استرجيه، راجل كبير وابنه. فلقيت الوقت يجري، فبقول له يا ابني بالراحه امشي على مهلك. انت ايه التوك توك وده مزدقان جامد. انا لسه بكلمه ببص فوق الشمال لقيت عربيه طالعه على غفله بيفاديها، نط وساب التوك توك. فوجئت لقيته راح رامي التوك توك، هو اللي رمى نفسه لوحده، رمى وراح مقلوب ضهري جه في السقف، دخلت عربية جنبه راح دخلة في السقف في ضهري، كسرت لي ضهري وعملت لي نزيف على الرئة وكسر في القفص الصدر عندي. نزلوا في التوك توك الراجل الكبير متعور في دماغه وابنه ما حصلوش حاجة، بس انا بصيت لقيت جسمي كله مش حاسس بيه، كل اللي حاسس بيه 2 دراعي ودماغي، عينيا الاتنين ازرقوا من كدمات خبطه. ودوني مستشفى الهرم، قال لك احنا عايزين يدفعوا له 35,000 جنيه عشان يخش اوضه العمليات. مستشفى ايه؟ الهرم. مستشفى الهرم. تمام. فطبعا انا ما معيش. قال لك لا السجاير لو سمحت عشان صدري. معلش بنتعب حضرتك. معلش. خدت بعضي، قال لك وديه في مستشفى حكومه هي اللي تقبله وتعمل له العمليه. شرطوا عليا ادفع 5,000 جنيه عشان حكومه. لقيت طبعا صاحبي اللي هو المقاول دفع ال5,000 جنيه ودخلوني العمليات. قال لك هنركب له 12 مسمار ان العمود الفقري طالع من ظهره. دخلت اوضه العمليات ركبوا لي 6 مسامير والعمليه ما طلعتش مظبوطه. في نفس الوقت دخلت العنايه المركزه. فتعبت في العنايه، اتاري النزيف اللي داخل الرئه ما كانوش هم شايفينها. فضلت المايه تزيد والنزيف يزيد لحد اللي دخلت على القلب وقفلت القلب خالص، وقلب صدري اتقفل، راحوا فاتحيني في جنبي ومدخل لي خراطيم شفط. خراطيم الشفط قعدت فيها كتير. كانوا حاطين لي 2 جيركن كبار دول بمشي بيهم مليانين. خدت بعضي وطلعت من العنايه المركزه على العمليه الثانيه. خلصت موضوع الرئه. قال لك ده في مسمار معوج شويه هنعدله. اتاري هم كانوا المفروض يعملوا استئصار عمود فقري ان الدب برضو في نفس الوقت بيسبب لي نزيف من الظهر للرئه. قال لك ده مسمار معوج. ما طلعش مسمار معوج، ده طلع هيضيفوا مسمار تاني. فمراتي طبعا بالظروف اللي انا فيها وما معيش كان اخر فلوس معاها 650 جنيه، خدوا منها 600 جنيه ومضوها على الاقرار بمضي وبصمه ان العمليه دي كانت خطيره، ان القلب كان ضعيف، عضلات القلب كانت ضعيفه. فجت في العمليات القلب وقف. مراتي شافتني وانا طالع من اوضه العمليات حاطط لي الخراطيم في بقي وقال لك دوت يتحط في العنايه المركزه في مده 24 ساعه ولما كملهمش يبقى كده مراته تستلم وتاخده ايه وتتكل على الله. ولو ربنا اراد ان القلب يشتغل يبقى خير. تمام. دخلت والحمد لله بعون الله يعني الحمد لله 6 ساعات القلب اشتغل وابتدى التنفس الصناعي يشيلولي من عليا. قعدت بتاع 2 يوم في العنايه المركزه. قال لك اطلع فوق. طلعت فوق في تحسن قول الحمد لله. قال لك كلاني يمشي.
فقلت له يا دكتور ازاي انا امشي وانا في ظهري السلك وانا تعبان ما اقدرش حد يجيبني شمال ويجيني انا عايز حد يشيل السلك وبعد كده مشوني. تمام. قال لك لا انت لازم تمشي من المستشفى دي. معلش ممكن تعيد لنا اسم المستشفى تاني؟ الدمرداش. تمام. وبعدين بعدت عشان اخلص شويه ورق. انا دايخ فيها. ظروفي تعبانه. بعدت للدكتور اسمه الدكتور جورج. ده اللي متولى بحالتي. استشاري؟ اه يعتبر استشاري. استشاري مخ واعصاب. اه بيتهرب مني ومش عايز يكمل لي ورق. ولحد دلوقتي حضرتك فكت السلك؟ انا الحمد لله فكت السلك. فكت. حضرتك حاسس بتحسن؟ انا القرحه بس اللي تعبانه عشان ما الارداف عندي متشاله. والتنفس وبرده حلو الحمد لله. التنفس تعبان طبعا. انا عاوز اوريك القرحه وتصور. طب حضرتك بتعول اسره من قد ايه؟ يعني افراد الاسره عندك قد ايه؟ عندي بنتين عروستين وامهم طبعا عشان ستي اللي تسمع كلام يعني سمعها تقيل وكلامها تقيل فظروفي طبعا ما تسمح. انا دلوقتي العلاج مش قادر اجيبه ومصاريف اكل البيت وعيالي مش طبعا ما فيش حتى جلسات الكهرباء ما عنديش. المفروض انا اعمل جلسات كهرباء مكثفه ان الشلل جاي لي من اول لمؤاخذه من هنا من اول صدرك لحد رجلك لحد رجليا. انا لابس بامبرز مراتي كانت تاخدها هي اللي بتغير لي وبعدين جات لي قرحه فراش الارداف عندي اتاكلت كلها خالص. الدكتور قال لي لو القرحه دي لو وصلت لعصعوصه العمود الفقري ودخل لك السوس يبقى انت كده خلاص. رحت مستشفى الساحل يعالجوني ورفضوني. ولاد الحلال جابوني هنا تاني. قلت لهم رجعوني لو هموت هموت هنا. طب حضرتك اللي انت بتطلبه وايه اللي انت عايزه دلوقتي؟ انا ما انا طالبه ان انا الستره. انا مش طمعان في حاجه تانيه. العلاج لاولادي. العلاج ليا انا. ان انا اكمل علاجي. واكل وشرب عيالي مش اكتر ولا انا مش طمعان في حاجه تانيه خالص. تمام. ان بيتي يكون مستور. بس ده اللي طالبه من ربنا سبحانه وتعالى. اليوم اللي هو كان خارج فيه في المستشفى الدكتور ذات نفسه بقول له حضرتك ده لسه العلاج بتاعه ما خلصش. قال لي ده انا خلصت مهمتي معاه لغايه كده خلصت ما اقدرش اكمل معاه تاني. يا تخرجوا يا حطوا لك عندي الباب بره بنفس اللفظ. حتى بتاع المسعد بيكلمه بيقول له حضرتك اللي انت بتعمله ده يعني اكتر من اللازم يعني ده بعيد عن اللي انت مقر الطبي والكلام ده كله. قال له انت بتتكلم ليه؟ انت هنا تقف معلش في اللفظ كان اكتر من اقل من الجزمه بنفس اللفظ على طول. انت تقف تستنى الحاجه ديك لغايه ما تاخدها وتودي احنا اللي نوقفك واحنا اللي ماشيين. قال له دلوقتي حضرتك العربيه لما بتيجي تقف في انتظار 50 جنيه والمريض ده ما يتحملش ال 50 جنيه. قال له انت مش هتعلمنا الشغل بتاعنا احنا نوقفك هنا اقل تقف هنا اقل من الجزمه. قال له انا معايا شهاده زيك معايا شهاده زيك وحضرتك تكلمني باسلوب احسن من كده. قال له اللي انا بقول لك عليه تعمله وراح غلط فيه. خلصنا من الموالده قلت له طب خلاص مش شاكرين يا دكتور احنا دلوقتي عاوزين نشوف موضوع كلامي ده. قال لي تاخده في البيت تجيب له علاج طبيعي تكمل بقيه العلاج بتاعك معاه. انا مرحلتي هنا في المستشفى دي خلصت. فبالنسبه للعلاج بتاعه هنا في ما بيكملش 3 4 ايام 170 جنيه 200 جنيه غير الدكاتره اللي بتجيله في المره الواحده عشان اروح اجيب دكتور من مره من اي من اي مكان خارجي بياخد 100 جنيه الدكتور. علاج الطبيعي بياخد 80 جنيه في الجلسه ومعايا الكارت بتاعه موجود. طب انت بتتكلم على وسط خلي في ايدك بس معلش سكنين بس موضوع الاسعاف ده عشان مش مسلم موضوع اللي هي العربيه الاسعاف بيجي يديني وسط لو انا خدته من هنا لغايه المستشفى بياخد مني 150 جنيه لو قعد معايا استمر معايا نص ساعه بيحاسبني 50 جنيه لو المستشفى ذات نفسيها قالت لي علاجه مش عندي وديته مستشفى تاني يحاسبني على 50 جنيه تاني ميكروباص يحاسبني على 50 جنيه تاني.
اخده ارجعه البيت ادفع 50 جنيه تاني. ده اللي بيحصل معايا. فبقت المصاريف ازيد من اللازم على الناس اللي احنا انا ما بدفعلوش على فكره حاجه من جيبي. ده ناس من الجامع هم اللي بيدفعوا. انا مفيد.